حفلات كنيسة شهداء الأردن للاتين في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان بقداس احتفالي منح خلاله سر المناولة والتثبيت 19 طفلا وطفلة بحضور جموع من أبناء الرعية وذوي الأطفال. إلى التفاصيل. احتفلت كنيسة شهداء الأردن للاتين في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان بقداس احتفالي منح خلاله سر المناولة والتثبيت 19 طفلا وطفلة. ترأس الصلاة غبطة البطريرك فؤاد الطوال بمعاونة الأب أشرف النمري كاهن الرعية والأب رشيد مستريح وعدد من الشمامسة بحضور جموع من أبناء الرعية وذوي الأطفال. وفي عظة القداس شكر غبطته الأب النمري على دعوته لترأسه القداس ومنح الأطفال السر المقدس، وتحدث عن فرحة الأسقف أو البطريرك حينما يترأس هذه الصلاة مع جماعة المؤمنين ويرى جمال الثوب الأبيض الذي يرتديه الأطفال ويقبلون بكل إرادتهم المسيح المخلص. طبيعي لن نستطيع وحدنا، لا الكبار ولا الصغار، أن نقف في وجه التحديات والأخطار الأخلاقية والاجتماعية والشيعة الدينية الكثيرة تأتينا بقوة، بقوة مادية فلوس وبكل قوة تأتينا. إذن كل جهودنا مع بعضنا البعض أيضا لن تكفي. بهذا السبب نحن بحاجة إلى سر التثبيت، بحاجة إلى الروح القدس، أن يأتينا الروح القدس بكل نعمه وعطاياه كي يقوينا ويقوي الصغار حتى ينمو ويتحاشوا مثل هذه التجارب. الصغار اللي عندنا هدول زي النبتة، أي نبتة شجرة، أي نبتة زيتون، يمكن أن تنمو ولكن يمكن أن تنمو معوجة لكي تنمو صالحة، ويوما ما تأتي بثمار بالمستقبل النبتة يجب نعتني فيها، يجب أن نقنبها، يجب أن نبعد من حواليها كل الأعشاب السامة الضارة، يجب أن نعطيها فيتامين، يجب أن نقويها. والطفل هو نبتة صغيرة، كي نبتة كي تنبت صالحة مستقيمة نبعد عنها كل الأخطار بقدر المستطاع، علما أن الطفل والطفلة والطالب والطالبة عم يعيش برا بالمدرسة ومع الرفاق أكثر مما يعيش مع الأهل في الدار. فنحن الأهل لا يجب أن نوكل تربية الطفل أو الطفلة تلميذ أن نوكلها فقط لوسائل الإعلام، للتلفزيون والإنترنت والتلفون وكل هالتكنولوجيا. يجب أن نتدخل الأهل مع الكاهن مع الكنيسة، يجب أن نتدخل كي نؤمن هذه التربية السليمة. وتأمل غبطته بأفراح القيامة المجيدة التي تعيشها الكنيسة طوال الخمسين المقدسة، حاثاً المؤمنين لعيش حياة مملوءة بالمحبة والخير، لنكون مستعدين لحلول الروح القدس كما حل على تلاميذ السيد. نحافظ على وديعة الإيمان، نصلي اليوم إلى الروح القدس أن يحل بعطاياه، ومبدئياً نطلب أن يحل على الصغار. أما أنا بقول يبدأ أن يحل على الكبار قبل الصغار، أن يحل على الأهل ويحل على الأشابين. لا بس بأمس الحاجة إلى نعم الروح القدس كي نثمر ثمرا يليق بنا وبأعيادنا الفصحية. وإذا بالفعل صمنا الصيام الأربعين تممنا بقدر الإمكان، إذا أمضينا أيام الفصحية الأسبوع المقدس ضرب الصليب وصلواتنا الجمعة الحزينة، حتما يجب أن يكون عندنا تغيير كيف كنا قبل الصيام وقبل العيد وكيف أصبحنا بعد الصيام وبعد العيد وبعد كل الاحتفالات. يجب أن يكون هناك شيء تغيير ما بالرجوع لله.
هل حدث عندنا بالفعل قيامة مع عيد القيامة، قيامة سيد المسيح تاريخي، أما هل حدث بالفعل عندنا قيامة وتغيير، تغيير وجدول أولويات بحياتنا بعد كل هذه الأعياد؟ يجب أن تثمر فينا ثمر الروح. وختم غبطته بتهنئة الأطفال الذين قبلوا سر المناولة وقال لهم: يسوع كان طفلا مثلكم، فهو يحبكم محبة كبيرة، فواظبوا على الكنيسة وأسرارها. وبعد العظة المقدسة جدد المؤمنون مواعيد عمادهم، ورفع التقادم أمام مذبح الرب على نية الأطفال المحتفلين. ومن ثم تناول الأطفال الأسرار المقدسة على أنغام جوقة الرعية الذين رتلوا: طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل، هلموا تعالوا إلى عشائه الأخير. وختم الاحتفال بصورة تذكارية جمعت الأطفال مع غبطة البطريرك والآباء الكهنة. ألف مبروك لطلابنا وأبنائنا الأعزاء، أول تثبيت وأول مناولة. شكر لغبطة البطريرك فؤاد الطوال اللي شاركنا واللي ترأس الذبيحة الإلهية ومنح سري المناولة والتثبيت ل أبنائنا. برضو نشكر أبونا رشيد مدير كلية ترسانتا، ونشكر أبونا فراس والشمامسي وكل من تعب وساهم في هذا الحفل.